تفتكر الكابتن سيد عبد الحفيظ مهم جدا لما قال ان هو لابد من تطبيق تقنيه الفار، وان تطبيق تقنيه الفار ده لمصلحه الجميع، وان ده مش بيشكل في مزايا الحكام بل بالعكس هو بيساعد الحكام وبيدي كل نادي حقه وبيقضي على يعني حاله من اللا عداله او الظلمه اللي بيتعرض ليها بعض الانديه. فهو بينادي بتطبيق تقنيه الفار وقال ان مش هيموت متعه الكوره زي ما البعض بيردد، وقال ان تطبيق تقنيه الفار يكون في صالح كره القدم المصريه، لان كره القدم اصبحت يعني استثمار وصناعه، وبالتالي يجب الاستفاده من كل الامور فيها يعني مثل ما يكون. عندنا بعض الاخبار السريعه كمان بالنسبه لاصابه حسين الشحات، انا عارف اكيد الناس هتسال، وايضا بالنسبه لعزاييه يمكن عزاييه شارك في جزء من المرام يعني منذ ساعات، ما فيش اي مشكله وبالتالي جاهز فنيا وبدنيا للقاء اف سي مصر. حسين الشحات هو اللي لم يشارك للمران، عنده ارهاق في العضله الضمه، الاهلي مش حابب يجازف تعويضته، ربما مران الجمعه او السبت يبدا يشارك، ولكن الاهلي زي ما انا بقول لما في حد بيصاب ما بيستعجلش تعويضته، بيبدا يدي للبدايل فرصه علشان ضغط المباريات ما يكونش. بعد اذنك يا احمد، انا اسف للمقاطعه يا احمد، الرسائل كلها اللي جايه لي يا جماعه من الاستاذ عبد عثمان وكل الناس بتكتب ساسي في المطار، ساسي هرب، ساسي، انا مش هقدر اقول اي خبر الا لما اتاكد. انا اسف ليكم، انتم مصدر ثقه، ولكن علمتني الايام الا اقول خبر من تعليق. بعد ما خلص مع الاستاذ المحترم احمد السيد، على الرغم ان الفجر قرب هنا في مكه وانا مرتبط بسفر للمدينه، يعني اتحمل على نفسي واكلم مسؤولين في مطار القاهره واتاكد اذا كان ساسي غادر ولا ما غادرش، وبعد كده احاول اتاكد انه واخد اجازه ولا مشي من غير استئذان. الموضوع مش سهل ان انا اقول خبر في اثاره، ولا اقدر اقول خبر في اي شيء من عدم المصداقيه. فارجوكم اللي بيسالني عن موضوع ساسي، انا ما عنديش اي معلومات، انا ما عنديش اي معلومات. الاستاذ عصام شلتوت قال فوق دماغي، الاستاذ مهيب عبد الهادي اكده فوق دماغي، انا افتخر ان انا اجي اخر واحد في الطابور بس اكون متاكد، ولا اكون الاول وانا مش متاكد. اتفضل يا استاذ احمد. يعني يمكن دي حاجه كويسه، لان في بعض، معلش اسمح لي لو علق في النقطه دي، في بعض الناس بيحبوا جدا يقول لك انا انفردت، وقلت حتى لو الانفراد ده طلع غلط والمعلومه تمت. لا اصل حد بيقول لي الاستاذ مهيب عبد الهادي نزل صور وكذا، انا لا شفت ولا اقدر اكد. انا اخلص ملف الاهلي واشوف الا اصل اساسي واعمل لايف عن ساسي، فانتظروني بعد ما يخلص الاستاذ احمد السيد، مش هقدر اقول اي حاجه ولا اقدر اقول اي خبر من التعليقات اللي جايه لي. فارجوكم نخلص الاهلي وبعد كده هرجع لكم في لايف خاص عن ساسي انا والاستاذ علاء حمام. خير لي ان اتاخر افضل من ان اقول معلومه غير متاكد منها. اتفضل يا استاذ احمد السيد. وبالتالي عزاييه اللي جاب في العضله الخلفيه ابتدى يتخلص منه، حسين الشحات الجهاز اللي في العضله الضمه لسه الاهلي مش عايز يستعجل يعني على عودته، ده وصل لكلامنا مع الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي. موقفهم يوم الجمعه هيتحدد يعني من لقاء اف سي مصر، لقاء يوم الاحد زي ما حضرتك عارف فيها السابعه والنصف مساء. عندي كمان كان في اجتماع بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وما بين فايلر علشان تنسيق للقاء بلاتينيوم ستارز وكل الامور الخاصه بهذا الشان، وطبعا في حاله من الرضا داخل الجهاز الفني عن ترتيب المباريات ورغم الضغط، لكن الاهلي جاهز لكل هذه الامور، عنده كمان لما يرجع على طول يوم 15 لقاء طنطا، وبالتالي في تجهيزات فنيه بخصوص هذا الشان بالنسبه للنادي الاهلي. برضه في من ضمن الاخبار اللي عندنا تصعيد محمد عبد المنعم، مهم ده اتكلمنا فيه، لاعب سعيد بهذا الشان وقال ان هو بيتمنى انه يكون جاهز للمشاركه في المباريات وشرف ليه التواجد مع الفريق الاول. رمضان صبحي مهم نوضح للناس، هو عمل اشعه جديده، يعني الاشعه نتيجتها توصل خلال 48 ساعه، ولكن اللي جاي لنا ان البرنامج اللي بيأدي عليه يعني الحمد لله تحسن حالته يوم عن يوم، بيبقى احسن من الاول، والريكفري اللي بيعمله ربما يخليه يرجع اسرع من الاول. يعني لما يعني اتكلمنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال هيعمل اشعه ثانيه خلال
اليومين التانيين حتى هنا غير اللي هيبعتوه لألمانيا، ولكن الاشعه اللي اجراها منذ ايام بتؤكد انه التئام المزق اللي عنده يعني بنتيجه او بصوره اكثر مما كان متوقعا، وبالتالي فرصه عودته ان شاء الله هتكون اسرع. طبعا كل الناس جابت تصريحات شريف الكرامي لما اتكلم ان احنا لازم ان احنا ناخد بطوله افريقيا، وان احنا مش جايين نعرض السنه دي، وان كلامنا وكل تركيزنا مع اللاعبين والجهاز الفني على الفوز بالبطوله الافريقيه، وده بيؤكد قيمه شريف الكرامي حتى كلاعب وكقائد للنادي الاهلي. الاهلي عنده تمرين الجمعه، وزي ما انا بقول هيكون في تمرين اخير يوم السبت معسكر مغلق قبل لقاء اتش في مصر اللي قال عليه كابتن زيد عبد الحفيظ لقاء مهم مع فرقه يعني صاعده ولكن عندها كوره كويسه وتعمل مباريات حلوه جدا جدا جدا، واعتقد مباراه يمكن ربما يتخيل البعض انها سهله، لكن الاهلي يعني يستعد جديا لهذا الموضوع. دي كل اخبارنا مع النادي الاهلي. عندي كمان خبر سريع لو حضرتك تسمح لي ان انا اقوله، كانت الارضيه بتاعه الصاله المغطاه في النادي الاهلي يمكن كان في محاولات منذ فتره ان يتم تجديدها، بالفعل الارضيه الجديده وصلت ويتم بدء تركيبها خلال الايام المقبله طبعا، اللي هي ارضيه الصاله المغطاه بفرع الجزيره صاله الامير عبد الله الفيصل، وبالتالي ده امر هيسعد اللاعبين كثيرا سواء في كره السله ولا الطايره ولا الهاند بول، لان الارضيه فعلا كانت محتاجه انها تتغير منذ فتره يعني. طيب خليني بس اقول لك ان انا هزمتك النهارده لان انا جبت انفراد من بعيد عنك، بس بحكم ان انا قاعد في السعوديه فانا مسامحك يعني. تم تاجيل مباراه الاهلي والهلال في اعتزال طارق التائب بدلا من 13 يناير الى شهر مارس دون ان يحدد اليوم، بعد ان قام الكابتن محمود الخطيب على هامش لقائه بالموسيقار تركي الشيخ بالاتصال بمستر فايلر واستطلاع رايه في معاد 13 يناير، بعد ان وصل للكابتن محمود الخطيب ان الوقت سيضر بالنادي الاهلي افريقيا ومحليا، استطلع راي فايلر مره تانية، وفايلر فضل ان تكون المباراه في فتره يتلائم فيها اداء المباراه في السعوديه ولا تكون ملتصقه بمباراه افريقيه يعقبها مباراه محليه. المستشار تركي الشيخ تفهم موقف النادي الاهلي، قام بالاتصال برئيس نادي الهلال السعودي وابلغه رسميا برغبه النادي الاهلي في تاجيل المباراه من 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 13 يناير الى شهر مارس على ان يتحدد موعدها اليوم فيما بعد. نادي رئيس نادي الهلال رحب بذلك، وتم إبلاغ طارق التائب لإعادة تنظيم المهرجان على أن يتم إن شاء الله بإذن الله في شهر مارس القادم بدلا من 13 يناير. 1-0 ليا يا أحمد. بس على فكره انا لما قلت يعني من لو حضرتك تاخد بالك قلت من شويه ان مستر فايلر عنده استعداد في ترتيب المباريات، انا ما رضيتش اقول المعلومه لان انا قلت انت اللي هتقولها اكيد يعني. لا بس انا عايز اقول لك على حاجه كمان، الكلام اللي قاله الكابتن عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي والكلام اللي كتبه الزميل احمد عويس عايز اعلق عليه، ان بالفعل في حاله يا جماعه يا استاذ محمد مهدي، لا مؤاخذه يا احمد، الاستاذ محمد مهدي لو سمحت لا اسمح ليك انك تشتم حد بيشتمني، اللي بيشتمني الله يسامحه واحنا بنعمل له بلوك دون اهانه. يعني شوف انت بتدافع عني، فلو سمحت يا صديقي من يقدرني لا يشتم احد، حتى لو كنت بتدافع عني او بتشتم حد بيشتمني، احنا بنعمل له بلوك بكل ادب وبننظف لايفاتنا اولا باول، لا نسمح لاحد ان يسب، ومش عايزين احنا ننزل لهذا المنزلق. اللي بيدخل بيشتم في ادمن او انا في ثانيه بعمل له بلوك، فمش هم بص بالظبط كل 3 ايام بيطلعوا 2، فمش مستاهل انك تضايق نفسك او تشتم او تاخد ذنوب. اللي بيشتمنا له منا كل التحيه والاحترام، وفي الزباله على طول بلوك، ولا تضايق نفسك ولا ترد ولا تشتم. ولا انا غلطان يا احمد في الكلام ده؟ لا طبعا معاك يعني وده يمكن الحمد لله الناس اللي بتتابعنا عندها قدر من الذكاء وعندها قدر من الاحترام كبير جدا، ده شرف لينا، وبالتالي اللي عايز يدخل يشتم يعني خلينا ان احنا نحمله تماما، هو يلاقي نفسه مع نفسه وهيسيب اللايف ويغادرنا. فالحمد لله يعني الناس اللي بتتابعنا عندها قدر من الاحترام، وده الاهم يعني الحمد لله احنا بنتجمع في فقره رياضيه ان شاء الله نبدا نتكلم في اخبار بمنتهى الامانه والمصداقيه،
فالناس اللي بتشتم عايز يشتم براحته يعني. وبنعمل له بلوك وفي 60 داهيه بندوس عليه ونرميه في الزباله. طيب فيما يخص الكلام اللي قاله الاستاذ ابراهيم المنيسي والكابتن عدلي القيعي، الراجل فايلر مصمم على اليكي. انا تاكدت ان الوجهه البديله الاليكي هيكون مهاجم من المملكه العربيه السعوديه. ممكن تقول جوميز، ممكن تقول زي ما قال احمد مهاجم التعاون اللي بياكل صراصير ده وبياكل بني ادمين، واخد بالك انت؟ والله العظيم بتكلم بجد. في جميع الاحوال هذا الملف مرتبط بقناعات فايلر. يعني اللي قاله الاستاذ ابراهيم المنيسي، على اللي قاله عدلي القيعي، على اللي قاله الزميل احمد عويس، على كل الحاجات دي لها كل الاحترام ومصادر تقدر وتحترم. لكن ايه اللي عايزه المحترم المدير الفني للاهلي فايلر ده؟ ما فيش حد هيقول له في لاعب حتى لو كان احسن لاعب في العالم خده وهينفعك، اللي ما كانش هو يقول يناسبني ما فيش حد هيجي النادي الاهلي. اتفضل يا احمد لو عايز تعلق. اتفق معاك تماما في هذا الشأن، ويمكن زي ما انا قلت حتى لو ملف المهاجم الكاميروني تومبا ده لاعب التعاون السعودي موجود، لكن في الاخر الرؤيه الفنيه لفايلر، يعني هو راجل بيحط اولويات ويبدا يرتبها ويبدا لاعب يكون فيه. عمر عمر السومه يا جماعه، عمر السومه بتربط ما بيه علاقه قويه على المستوى الشخصي. عمر السومه لم يعرض عليه احد من غير ما نقول اتصلنا بيه او ما اتصلناش بيه. عمر خربين ربما يكون امنيه للبعض، لم يتواصل معه احد. جوميز لم يتواصل معه احد. مهاجم التعاون هو الذي تم التواصل معه. كلامي واضح؟ ولكن ممكن تلاقي هديه من المستشار تركي الشيخ في جوميز، 8 مليون دولار في السنه يتحملهم هو اكراما لجماهير النادي الاهلي. ممكن تلاقي مش عارف يعني ملك العالم في البلي اتحول لمهاجم في الاهلي. بص في النهايه جاي لاعب 5 ستار 10 ستار، فخلينا بس نتاكد احنا هنا في السعوديه وهنجيب لكم كل التفاصيل. يعني بص على طبق من ذهب، على طبق من ذهب، على طبق من ذهب، لا تقلقون. اللي بيسأل عن إليكي يشوف الفيديو من الأول، اللي عايز أي سؤال خاص بالمهاجم السعودي إحنا موجودين في السعودية وسنكون أصحاب السبق وأول من يتحدث إذا كان هناك جديد. شكرا يا أستاذ أحمد. شكرا جزيلا، ودايما بتشرف إن أنا أكون معاك وتحت أمر كل المتابعين. شكرا أبو حميد، شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا.